بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف الأول الثانوي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الوحدة الأولى اللي هي وحدة الجبر والعلاقات والدوال. ألهينا الوحدة بالكامل ودروسها، واخدنا اختبار شامل أو مراجعة شاملة على الوحدة، ودي المراجعة الشاملة الثانية على هذه الوحدة. نبدأ كده على بركة الله، وزي ما بأكد أي مسألة أنا بحلها لازم تحلها بعد، توقف الفيديو وتحلها بعد بالورقة والقلم. مفيش حاجة اسمه في الرياضيات إن أنا ذاكر نظري أبدا، مفيش حاجة في الرياضيات إن أنا أقرأ نظري أقول إن أنا فاهم، لا، يبقى أنت مش فاهم والدنيا معاك هتبقى ملخبطة خالص. طيب، السؤال الأول بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كان أحد جذري المعادلة س تربيع ناقص م ناقص 3 س زائد 5 معكوسا جمعيا للآخر فإن ميم. معكوس جمعي يعني إيه؟ يعني هتقول له نفرض، هو طبعا اختياري، يبقى نفرض إيه؟ الجذر الأول لام، معكوس الجمعي والجذر الثاني هيبقى سالب لام. أنا عايز ما يبقاش عندي لام، يبقى أختار إيه؟ أجمعهم ولا أضربهم؟ يبقى أجمعهم، لو جمعت هيديني صفر، يبقى أنا لازم أخد إيه؟ أخد مجموع الجذرين، وأسأل نفسي وأنا باخد مجموع الجذرين، هل مجموع الجذرين هيجي معاهم الميم المطلوبة؟ أيوة، يبقى هي الإيه؟ يبقى مجموع الجذرين أفضل اختيار. مجموع الجذرين بيساوي سالب ب على أ في الصورة العامة، يبقى هيدينا السالب مع السالب، يبقى ميم ناقص 3 على الواحد. مجموع الجذرين بكام؟ بصفر، يبقى ميم ناقص 3 هتساوي الصفر، يبقى الميم هتساوي كام؟ الميم هتساوي 3. الإجابة رقم دي. بقول لي أبسط صورة، أبسط صورة للعدد التخيلي ت على 1، ت 31، 31 أكبر حاجة لما أقسم على 4، 4 في 7 ب 28، من 31 يبقى 3. ت تكعيب، ت تكعيب بكام؟ ت تكعيب بسالب تاء، يبقى الإجابة رقم ب. بيقول إذا كان أحد جذري المعادلة أ س تربيع زائد 2 س زائد 5 معكوسا ضربيا للآخر، يبقى اللام والتاني هيبقى معكوس ضربي، يعني واحد على لام، لام وواحد على اللام. أنا عايز أتخلص من اللام، يبقى أنا أخد إيه؟ الضرب، اللام هتروح مع اللام هيديني واحد، يبقى أنا تخلصت من اللام كده. طيب هل ضرب الجذرين هيجي معاهم الألف؟ آه، ضرب الجذرين، يبقى أنا أختار ضرب الجذرين يساوي جيم على ألف يساوي كام؟ 5 على ألف. طب ضرب الجذرين هيدينا واحد، يبقى واحد يساوي 5 على ألف، يعني الألف هيساوي كام؟ الألف هيساوي 5. الإجابة رقم د. نمسح معلش. طيب أربعة بيقول إذا كان جذر المعادلة س تربيع زائد 4 س زائد كاف حقيقيين فإن كاف تنتمي، خلاص حقيقيين، جذران حقيقيين، هو صراحة يعني سؤال محير، يعني جذران حقيقيين مختلفين ولا متساويان؟ يعني ما قالش ولا حدد، فنعتبرهم طالما هنا. طب هنا عطيني ايه؟ هنا عطيني فترات، هنا بالمناسبة عطيني فترات، يبقى جذران حقيقيان مختلفان، جذران حقيقيان مختلفان، لأن الكاف لو جذرين حقيقيين متساويان هيديني قيمة واحدة، طالما عطيني فترة يبقى جذران حقيقيان مختلفان، يبقى ب تربيع ناقص 4 ألف جيم هتبقى أكبر من الصفر طالما جذران حقيقيان مختلفان، هيبقى هنا 16 ناقص 4 في 1 في كاف أكبر من الصفر، يعني 4 كاف دي هي اللي هتروح هنا، يعني لما تجي هنا يبقى اعطيها ظهرها، يبقى اقل من الستاشر، يعني الكاف اقل من كام؟ الكاف اقل من الاربعة، يعني الكاف هتنتمي للفترة ايه؟ للفترة سالب ما لا نهاية واربعة مفتوحة من الجهتين، سالب ما لا نهاية واربعة. الاجابة رقم دال. معايا في بعض الأسئلة كده قد تحس إنها يعني غريبة شوية، إنما لما تشوف الإجابات نفسها والاختيار من الإجابات هتعرف إن هو يقصد جذران حقيقيان مختلفان، بس المفروض كان يحددها. طيب
السؤال اللي بعد كده بيقول إذا كان لام وميم هما جذر المعادلة 2 س تربيع زائد 2 س زائد 3 ف، فكون المعادلة التي جذرها. طالما كده أعطيني معادلة بجذريها يبقى أنا هاخد المعادلة المعطى، يبقى من المعادلة المعطى الأول هيبقى اللام زائد الميم، هتقول نفرض الجذرين لام وميم، نفرض الجذران لام وميم، يبقى إذا لام أكتبها أحسن، يبقى نفرض الجذران لام وميم، يبقى هو قايل حتى عليها لام زائد الميم هيساوي كام؟ اللام زائد الميم سالب ب على ألف، يبقى سالب 2 على الاثنين يعني هيديني سالب 1، وحاصل ضرب الجذرين لام ميم ج على الألف يعني هيديني 3 على الاثنين من المعادلة المطلوبة. يبقى نقدر من المعادلة المطلوبة نجيب مجموع الجذرين، مجموع الجذرين هيساوي ايه من المعادلة المطلوبة؟ 2 على اللام زائد 2 على الميم، نوحد مقامات يبقى لام ميم، لام ميم على اللام فيها الميم، ميم في 2 يعني هيديني 2 ميم، زائد لام ميم على الميم فيها اللام يبقى هيديني 2 لام، يبقى يساوي 2 في ميم زائد اللام على اللام ميم، يعني يساوي 2 في اللام زائد الميم بسالب 1، يبقى 2 في سالب 1 اللام بميم بتلاتة على الاتنين، يبقى 3 هنا والاتنين هتطلع في الأعلى، يعني مجموع الجذرين يبقى هنا سالب 2 في 2 يعني هيدينا سالب 4 على التلاتة، يبقى سالب 4 على التلاتة، حاصل ضرب الجذرين هيدينا 1 على لام في 1 على ميم، يعني هيدينا 1 على لام ميم يعني هيدينا 1 على 3 على الاثنين يعني معكوسة يبقى 2 على التلاتة، يبقى إذن المعادلة المطلوبة هي س تربيع ناقص مجموع الجذرين هو بالناقص، يبقى 4 على 3 س زائد 2 على 3 تساوي 0 اضرب في 3 يبقى 3 س تربيع زائد 4 س زائد ال 2 هتساوي 0، دي المعادلة المطلوبة. مفيش حل الا انك تفك بقى، يعني ملهاش حل، يعني ملهاش حل الا انك تفك الايه، تفك التربيع ده، هيبقى هنا 9 ناقص 3 في 2 ب 6 في 2 ب 12 يبقى 12 ت، هنا هتبقى ناقص ليه؟ لأن ت تربيع هيخليها ناقص، هي زائدة ت تربيع هتخليها ناقص، يبقى ناقص كام؟ ناقص 4، ده كله هيبقى في كام؟ في 3 زائد 2 ت، 9 في 3 ب 27 زائد 18 ت، هنا ناقص 3 في 12 ب 36 ت، هنا هيبقى ناقص برضو 24 ت تربيع هيبقى زائد، يبقى زائد 24 هنا ناقص 12 ناقص 8 ت، نجمع الأعداد 27 و 24 هنا دي 12 بالموجب يعني هيبقى دي 12 خلاص مع الاتنين دول يبقى 39، 39 هنا 18 ناقص 36 يبقى ناقص 18، ناقص 18 وناقص 8 يبقى ناقص كام؟ ناقص 26، يبقى ناقص 26 ده، دي أبسط صورة ومفيش حل تاني، يعني غالبا مش هتقدر تقول إن ده مرافق ده وهتضربهم في بعض عشان التربيع ده حجزك. طيب ناخد مثال كمان، وإذا كان س يساوي 3 زائد 2 وص يساوي 4 ناقص 2 ت على 1 ناقص ت، فوجد س زائد ص في كعدد مركب، يبقى الأول نظبط الص، الس متظبطة نظبط الـ، نظبط الص يبقى الص هيساوي 4 ناقص 2 ت على 1 ناقص ت في 1 زائد الت على 1 زائد الت، ناخد المقام هيبقى 1 زائد الواحد، 4 في 1 و 4 زائد 4 ت ناقص 2 ت، هنا هيبقى ناقص لان هي تبقى ناقص والت تربيع يبقى زائد بقى، يبقى زائد ال 2، 4 و 2 يبقى 6 ناقص 2 ت على ال 2 يعني هيساوي 3 ناقص 2 ت، هنا 3 ناقص 2 ت والسين 3 زائد 2 ت عددان مترافقان، وعايز مجموع العددين يبقى مجموع العددين بقى السين زائد الصاد هيساوي 3 زائد 2 ت زائد
تلاتة ناقص اتنين ت، الاتنين ت مع الاتنين ت بالموجب والسالب، يبقى هيدينا كام؟ هيدينا الستة. طيب ناخد رقم بقى، بيقول لي إذا كان حاصل ضرب بجذري المعادلة 2 س تربيع زائد 6 س زائد ج يساوي 0 يساوي 5 على 2، حاصل الضرب يبقى أوجد قيمة ج، يبقى حاصل الضرب اللي هو ضرب الجذرين يساوي ج على أ، يعني ج على الاتنين، يبقى 5 على الاتنين تساوي ج على الاتنين، معناته إن ج يساوي 5. فثم أوجد مجموعة حل المعادلة في مجموعة الأعداد المركبة، يبقى أنا عندي الألف باتنين، الب بستة، الجيم بكام؟ الجيم بخمسة، هيبقى س تساوي سالب ب، يعني سالب ستة زائد أو ناقص الجذر التربيع الب تربيع، يعني 36 ناقص 4 في 2 في 5 على 2 ألف، يعني 2 في 2 يبقى يساوي سالب سالب 6 زائد أو ناقص الجذر التربيعي 36، وديت 10 يعني 40، يعني هيديني كام؟ هيديني سالب 4 على الأربعة، يبقى يساوي سالب 6 زائد أو ناقص 2 ت بقى على طول على الأربعة، الاتنين فيها الاتنين فيها التلاتة راحت، يبقى هيدينا إيه؟ سالب 3 على الاتنين زائد أو ناقص 2 على الاتنين فيها الواحد يعني ت، ولا 1 على الاتنين، 1 على الاتنين ت، لأن يعني 2 دي خلاص راحت بقى وبقى 2 تحت، يبقى سالب 3 على الاتنين زائد أو ناقص نص ت. دي مجموعة الايه؟ يبقى تقول له مجموعة الحل كذا وكذا. واضحة دي كده؟ طيب ناخد مثال كمان. ولاختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة، الدالة د س يساوي سالب 3 تكون سالبة. هي دي سالبة، سالبة على الايه؟ على الفترة بالكامل، يعني على الحا بالكامل. المقابل لكلمة حا اللي هي سالب ما لا نهاية وما لا نهاية، الإجابة رقم ج. طيب رقم 2 بيقول لي ايه في رقم 2؟ خلينا ناخد الخط. بيقول لي وجد مجموعة الحل للمتباينة س في س ناقص 2 أكبر من أو تساوي الصفر في ح، يبقى أنا هنحولها إلى معادلة، يبقى س في س ناقص 2 هتساوي إيه؟ هتساوي الصفر، يبقى إما الس هتساوي صفر أو الس هتساوي ال2، دول الجذرين بتوعي. يبقى ناخد الجذرين، الجذر الاولاني صفر اللي عنده الداله بتساوي صفر، والجذر الثاني 2 اللي عنده الداله بتساوي الصفر. بين الجذرين عكس اشاره معامل السين تربيع، يبقى هنا هتبقى سالب وهنا هيكون موجب خارج الجذرين، خارج الجذرين. المتباينه بتقول لي ايه؟ اكبر من او تساوي الصفر، يبقى اكبر من القيم الموجبة هنا ومعاها الصفر، وهنا القيم الموجبة هنا ومعاها الصفر، يبقى مجموعة الحل بيساوي ح ناقص، هدخل الايه؟ هدخل الصفرين مع الح، يبقى انا اللي هطرح الفترة المفتوحة الصفر والاتنين، يبقى الح ناقص الصفر والاتنين، الاجابة رقم ج. الفترة المفتوحة، الاجابة رقم د، معلش، يبقى الإجابة رقم د ح ناقص الفترة المفتوحة صفر. ليه فتحتها؟ لأن هنا علامة التساوي أكبر من أو تساوي، يعني الأصفار داخلة في مجموعة الحل وأنا بطرحها، يبقى إيه؟ أروح فتح الإيه؟ فاتح الفترة. لو هنا قال لي أكبر من فقط، أكبر من الصفر، يبقى ح ناقص الفترة المغلقة الصفر والاتنين. واضحة دي؟ مهمة جدا جدا إن أنت تحاول تستوعب هذه المنطقة. طيب بيقول لي إذا كان أحد جذري المعادلة ألف س تربيع زائد أربعة س زائد سبعة معكوسا ضربيا للآخر، معكوس ضرب يبقى لام والتاني واحد على لام، هنجيب إيه؟ لو أنا حابب أجيب أطير اللام يبقى هضرب، يبقى حاصل ضرب الجذرين، أسأل نفسي حاصل ضرب الجذرين هيبقى فيهم ألف، جيم على ألف يساوي جيم على ألف، يعني سبعة على الألف، حاصل ضرب الجذرين بواحد، يبقى واحد تساوي سبعة على الألف، يعني الألف هيساوي كام؟ الألف هيساوي سبعة، الإجابة رقم ب. بيقول إذا كان لام وميم هما جذرا المعادلة س تربيع ناقص 2 س ناقص 8 يساوي صفر، فإن دي حليناها قبل كده وحلينا شبيهة بها قبل كده، غالبا موجودة في نفس الإيه، معرفش هل هي نفس المسألة ولا لأ، ولكن حلينا بشبيهة بها بالظبط في المراجعة الشاملة. طيب ناخد رقم باء. بيقول إذا كان س يساوي، يبقى أنا نظبط السين شوية، يبقى س 13 زائد 13 تاء على الخمسة زائد التاء ف
في الخمسة ناقص التاء على الخمسة ناقص التاء. ممكن ناخد 13 عامل مشترك بالمناسبة، يبقى أنا لو أخدت 13 عامل مشترك هيبقى 1 زائد تاء في 5 ناقص التاء على هنا مربع، يعني 25 زائد الواحد، يبقى دي 25 زائد الواحد 26 مع 13 يبقى هنا 2. نضرب بقى 1 في 5 ب 5، وهنا تاء هنا زائد 5 تاء، وهنا هيبقى زائد الواحد على الاثنين، يعني هيساوي 6 زائد 4 تاء على الاثنين، يعني هيساوي 3 زائد 2 تاء. طيب نشوف الصاد، يبقى الصاد هيساوي 5 زائد تاء على 1 زائد التاء في 1 ناقص التاء على 1 ناقص التاء، هيساوي نقد المقام يبقى 1 زائد الواحد، هنا 5 ناقص 5 تاء زائد التاء، وهنا هيبقى زائد الواحد، يعني هيساوي 6 ناقص 4 تاء على الاثنين، يعني هيساوي 3 ناقص 2 تاء، يبقى السين والصاد عددان مترافقان. بس هنا لازم اقول ان دي واحد ولازم اقول ان دي اتنين، يبقى تقول له من واحد واتنين، السين وصاد عددان مترافقان. عوض هنا بقى ده السين في السين، يعني مربع ده وده حاصل ضرب عددان مترافقان، اقدر اجيب الايه، اقدر اجيب القيمة، قيمة المعادلة اللي في الاسفل. طيب ناخد سؤال كمان. ألف بيقول إذا كان واحد زائد ت أحد جذري المعادلة س تربيع ناقص 2 س زائد ج تساوي صفر، حيث ج تنتمي لح، فوجد الجذر الآخر، يبقى الجذر الآخر مرافق للجذر الأول، يبقى الجذر الآخر مثلا إيه، نفرض إن هو لام أو ميم، يعني يساوي واحد ناقص التاء، واحد ناقص التاء. هو عايز قيمة الجيم، قيمة الجيم أحطها في إيه؟ في حاصل ضرب الجذرين، يبقى حاصل ضرب الجذرين يساوي ج على أ، يعني يساوي ج، حاصل ضرب الجذرين يعني واحد ناقص ت في واحد زائد ت هيساوي ج، يعني ج يساوي مربع الأول زائد مربع الثاني هيساوي كام؟ هيساوي الاثنين. هنا بيقول لي ابحث إشارة الدالة ديت ومن ذلك استنتج ديت، برضو نفس الدالة أنا هدخل الخمستاشر جوه. خلاص يبقى بيقول لي ابحث إشارة الدالة، ابحث إشارة الدالة، عشان ابحث إشارة الدالة اجيب الايه، المميز ناقص 4 ألف جيم، يبقى ب تربيع يعني 49 ناقص 4 في 2 في سالب 15. هنا ملاحظ ان هيديني عدد ايه، موجب، يعني اكبر من الصفر، يبقى جذران حقيقيان مختلفان، جذران حقيقيان مختلفان. اوكي تمام كده، نجيب الجذرين بقى، يبقى 2 س تربيع زائد 7 س ناقص 15 تساوي صفر، نحلل يبقى ادي الرأسين وادي الديلين، يبقى 2 س في س 15، انا عايز المجموع 7 يبقى 5 و3، عايز المجموع هيبقى هنا كام، 10، يبقى دي هتبقى بالسالب، يبقى انا عندي 2 س سالب 3 في الس زائد 5 هتساوي صفر، يبقى اما الس هتساوي 3 على 2 او الس هتساوي كام، سالب 5. ادي الجذرين بتوعي، يبقى انا عندي ادي سالب 5 وهنا 3 على 2، الجذرين اللي عندهم الداله بصفر. هنا معامل الس تربيع اشارته موجبه، يبقى هنا العكس يبقى سالب، وهنا اي وهنا ادي الموجب. المتباينه بقى، يبقى تقول له المتباينه هي 2 س تربيع زائد 7 س ناقص 15 اقل من او تساوي الصفر، يبقى عايز الاقل من او تساوي الصفر، يبقى مجموعه الحل ايه، مجموعه حل المتباينه س تنتمي للفتره المغلقه سالب 5 و3 على الاثنين. طيب ناخد مثال كمان، بيقول عين إشارة كل من الدالتين المعرفتين بالقاعدتين الآتيتين موضحا ذلك على خط الأعداد، يبقى أول حاجة خلي الدال س يساوي صفر، يبقى الس ناقص الواحد في الس زائد الاثنين هتساوي صفر، يبقى س ناقص واحد تساوي صفر أو الس زائد الاثنين تساوي صفر، يبقى منها الس هنا تساوي واحد أو الس هتساوي سالب اثنين، يبقى دول الجذرين. برسم على خط الأعداد، أدي السالب اثنين اللي عندها الدالة تساوي صفر، وأدي الواحد اللي عندها الدالة تساوي صفر، بين الجذرين هنا إشارة الس تربيع موجبة، يبقى بين الجذرين عكس، وخارج الجذرين هيبقى مساوي لإشارة معامل الس تربيع.
خلاص، يبقى هتقول له دال س هتكون اكبر من الصفر عندما السين تنتمي للفترة ح ناقص الفترة المغلقة اللي هي سالب 2 وواحد. خلاص دال س هتساوي صفر عندما السين تنتمي للمجموعة سالب 2 وواحد. دال س هتكون اقل من الصفر عندما السين تنتمي للفترة هتبقى المفتوحة بقى سالب 2 وايه؟ سالب 2 والواحد. خلاص نفس الفكرة هنا، ادي الدال س هتساوي صفر يعني السين تربيع هتساوي التسعة، السين هتساوي زائد او ناقص التلاتة، جذرين حقيقيان مختلفان، ادي سالب تلاتة وهنا ادي ايه؟ ادي التلاتة. الاشارة هنا ايه؟ اشارة السين تربيع سالب، يبقى هنا هيكون موجب وفي الخارج هيكون سالب. معايا كده؟ يبقى هتقول له دال س اكبر من الصفر في الفترة المفتوحة سالب 3 و 3، اقل من الصفر في الفترة ح ناقص الفترة المغلقة سالب 3 و 3، س تساوي صفر عند المجموعة سالب 3 و 3. يبقى احنا كده الحمد لله انهينا فصل الجبر بالكامل بتمارين وبحاله ومحتاله، يبقى يعني يعتبر اخد حقه زيادة. المطلوب منك بس ان انت في كل الدروس اللي انت سمعتها مني لازم تحل معايا، لازم تحل معايا بحيث ان انت تتدرب على موضوع الحل. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك الدروس الجديدة لحجز حصة او مجموعة من الحصص او منهج بالكامل التدريس اونلاين صوت وصورة، لينك التسجيل في اسفل الفيديو. لشراء المنهج بالكامل منهج اولى ثانوي هرسل لك فلاشة عليها فيديوهات المنهج بالكامل مع فيديوهات اخرى تحفيزية، وهرسل لك المذكرات مطبوعة ورقيا بشكل احترافي لكل فيديو من الفيديوهات دي، موجود مذكرة ورقية له هشحنها لك الى اي مكان في العالم، لينك الشراء في اسفل الفيديو. او تشترك في موقع القناة، لما تشترك في الموقع هتلاقي الدروس موجودة، تضغط على الدرس هتلاقي الفيديو، تسمع الفيديو وهتلاقي تحت كل فيديو المذكرات الخاصة بهذا الفيديو، تقدر تنزلها وتقدر تقرأها على الموقع، لينك الموقع في أسفل الفيديو. أتمنى من الله عز وجل لكم التوفيق، أشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.